مساء الخير أعزائي المشاهدين، النهاردة أولى حلقاتنا مع أقوى برنامج تجميل في مصر، برنامج سر جمالك، ومعنا متميزة في مجال البحث العلمي دكتورة فرح النحال، منورانا ومشرفانا يا فندم في البرنامج. منور حضرتك يا فندم. ومنورانا كمان في البرنامج الإعلامية منى أشرف، مشرفانا يا أستاذة. أهلا. ومعانا كمان الشيف رضا هندي عشان هيقدم لكم النهاردة أكلة جديدة تفيد بشرتكم وصحتكم زي ما هنعودكم في الفقرات الجاية إن شاء الله. منورنا يا شيف. أهلا حضرتك محمد. إحنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنقدم ثلاث أطباق متميزين ومختلفين تماما، فراخ روستو، جمبري يبقى مشوي، ومعانا سلطة خضار، حاجة متميزة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ده اللي إحنا مظبطينه معاك يا شيف، إن شاء الله هيكون من أحسن لأحسن إن شاء الله. هنبدأ بقى مع دكتورة فرح. عايزين نتكلم حضرتك دلوقتي كسيدة من السيدات اللي بتشتغل اللي اتعمت في البحث العلمي، ايه رأيك في البحث العلمي؟ عايزين حضرتك تكلمنا باستفاضة عن الموضوع ده. انا قبل ما اتكلم عن نفسي وقبل ما اتكلم عن اي حاجة، عايزة اوجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه في اول توليه الحكم كان من اولى الخطابات اللي ألقاها على الشعب انه كان خطاب خاص باهتمامه وانه هيسلط الضوء والاهتمام على البحث العلمي، وبالفعل قد تم. يعني انا رحت قدمت ابحاث في 2014 وكنت بعدت شوية عن مجال البحث العلمي واهتميت بالشغل والحياة العملية أكتر، وبعدين رحت يوم الخميس اللي فات أقدم بحث جديد وأجيب الشهادات بتاعة الأبحاث اللي قبل كده. أنا ذهلت. يعني حضرتك شايفة أن في تغيير من 2004؟ في تطور. تطور مختلف. 2014. من 2014 في تطور رهيب، في تطور غير عادي، بعيد عن انه المكان نفسه بقى شيء تاني خالص. المكتب براءات الاختراع، انا بتكلم عن اكاديمية البحث العلمي ومكتب براءات الاختراع خصيصا بالذات، المكتب بقى في تطور غير طبيعي من اول الاستقبال، من الطريقة اللي بيتعامل بيها الباحث، الدعم اللي بتقدم للباحث. طبعا في باحثين اجانب وفي باحثين مصريين، اتعودنا في مصر انه الاجنبي بياخد وضعه عننا شوي، يعني لو دخلت مكان بتلاقي معاملة الاجنبي افضل من معاملتك كابن البلد. انا لما رحت مكتب براءات الاختراع يوم الخميس اللي فات والنهاردة، لان انا جاية من هناك على هنا على طول، فوجدت شيء مختلف تماما. يعني ان انا كباحثة مصرية ألاقي التعامل معايا أفضل من الأجنبي، ألاقي المكتب بيقدم لي كل دعم وكل تيسير لأمري أكتر من الباحث الأجنبي، فده بالنسبة لنا شيء ما كانش موجود قبل كده. ودي برضو رسالة بنقدمها لكل الناس، إن الموضوع اتغير، إن بلدنا في تقدم، إن في عهد الرئيس السيسي في اختلاف 180 درجة، وده طبعا اللي بتقوله دكتور فرح النحال دلوقتي، وهتشرح لنا برضو ازاي ساعدت الحاجة دي في التغيير، وايه المشروعات او الحاجات البحث العلمي. انا عايز اقول لحضرتك رقم واحد بس، انه الدكتورة منى يحيى اللي مسؤولة عن ادارة المكتب وتحت منها ناس كتير جدا، انا طبعا ما اعرفش كل الناس اللي هناك، بس الاستاذة زينب عبد الفتاح، الدكتورة مروة، كل الناس اللي موجودين دلوقتي. حاجة أولا عايز أقول لحضرتك بقى في روح تعاون بتدعم الباحث بشكل غير طبيعي. دلوقتي احنا بنروح مكتب، يعني أنا عايز أقول لكل شخص في مصر، لكل باحث في أي مجال، ما تترددش لحظة. يعني أنا ندمانة أن أنا وقفت من 2014 ل 2000، احنا في بداية دلوقتي 2020، أنا لو أعرف كم التطور الهائل ده أنا ما كنتش وقفت. عايزة أقول لأي شخص في أي مجال، أيا كان المجال اللي حضرتك فيه، هتعرف أن حضرتك هتقدر تقدم حاجة للبلد، ما تترددش لحظة أن حضرتك تروح تسجل الاختراع بتاعك في مكتب براءات الاختراع في أكاديمية البحث العلمي. طبعا أكاديمية البحث العلمي من 1970 ضمها الدكتور إبراهيم
للأسف مش فاكرة الاسم بالضبط، لأكاديمية البحث، يعني كان مكتب براءة الاختراع الأول بعيد عن أكاديمية البحث، ده حاجة وده حاجة. فلما ضمهم الدكتور إبراهيم الله يرحمه يا رب أتذكر الاسم بالكامل، بقى مرتبطين ببعض. وزارة مكتب براءة الاختراع أو أكاديمية البحث العلمي تعتبر هي المخ المفكر والمدبر لكل حاجة في البلد. من خلال المكان ده نقدر نطور كل حاجة، السلوك، الصناعة، التراث، الآثار، كل حاجة في البلد. في مصر ناس مبدعين في شتى المجالات. هو دلوقتي سيادة الرئيس السيسي ما بقاش في حد عنده حجة، يا جماعة اللي عنده أي حاجة، أي براءة اختراع. عندنا دلوقتي وزارة البحث العلمي فيها ناس محترمة طبعا، ونخص بالشكر كل الناس اللي ذكر أسمائهم دلوقتي، بجد حاجة بنفخر بيها إن بلدنا دلوقتي بتهتم بالباحث وبتهتم بالناس بالطريقة دي. زائد كمان روح الفريق، إن حد يخرج دلوقتي الدكتورة زي الدكتورة فرح إن هي يبقى عندها الحماس ده كله، أو تندم إن هي الفترة اللي فاتت مثلا ما بقتش موجودة، ده بحد ذاته مكسب كبير وقوي جدا. لا بقى في أمل، إحنا لازم الفترة دي يا جماعة نقف بجانب بلدنا، كل واحد عنده فكر، عنده بحث، عنده حاجة تفيد البلد، يتوجه لوزارة البحث. وزي ما قال دكتور فرح، في ناس زي دكتورة منى وزي الناس دي ناس محترمة يقدروا يقفوا جنبك ويساعدوك، بجانب طبعا رسالة الرئيس السيسي طبعا، ده في الأساس قبل أي شيء. إيه بقى الحاجات اللي عند حضرتك؟ يعني دلوقتي عايزين نتكلم عن البحوث والحاجات اللي حضرتك. تمام، هو أنا ليا بس طلب من حضراتكم كإعلام إنكم تسلطوا الضوء على أكاديمية البحث العلمي، تعرفوا الناس مدى أهمية البحث العلمي، تعرفوا الناس قد إيه لو اهتمينا بالبحث العلمي بلدنا هيحصل فيها تطور غير طبيعي. لما دلوقتي البحث العلمي كل هدفهم إنهم، زمان كنا بنقدم البحث وبنحلم بنقول يعني حلم مستحيل إنه في يوم يبقى على أرض الواقع والناس تستفيد بيه والناس تستخدمه. النهاردة كل هدفهم إن الأبحاث القيمة تترجم لواقع، تبقى شركات أدوية بتصنع، تبقى في أي مجال بقى، إنه أي بحث علمي يقدم، وطبعا يكون بحث علمي قيم، لأنه طبعا مش أي حاجة. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إنه تعتبر من وجهة نظري الشخصية تعتبر أكاديمية البحث العلمي المصرية يعني أرقى مؤسسة على مستوى الدولة، مع احترامي لكل المؤسسات. طبعا وشرف لنا ان احنا عندنا في مصر حد بالطريقه دي. برضو زي ما قلت حضرتك احنا هنتكلم برضو باستفاضه في البحوث بقى. ايه حضرتك البحوث اللي حضرتك قدمتيها؟ الابحاث اللي انا عملتها خاصه بالسكر من النوع الاول والثاني، وده طبعا بالنسبه لي حلم حياتي من زمان جدا، ان انا ربنا يكرمنا ونعمل او نصنع لكل مرض معضل او لكل مرض مستعصي دواء يكون سهل جدا ويكون متاح جدا لكل الناس ومش مكلف، وما يبقاش عندنا كلمه مرض مستعصي. كالعاده مصر دايما ولاده، مصر دايما هي المصنع اللي بتنتج علماء ودكاتره وباحثين بطريقه عاليه جدا. وده كل الموضوع بس ان احنا جالنا رئيس بدأ يحط سبوت على الناس الباحثين، بدأ يصلح من المشاكل اللي هي بتواجههم، وبالتالي ظهر زي ما قالت دكتورة فرح هي عندها دلوقتي علاج لمرض السكر. طبعا ربنا عمره ما خلق داء الا في دواء، بس الناس بتجتهد، فناس استاذة فرح طبعا اجتهدت بعلمها الوافر ان هي توفر لكل مرض السكر سواء اول وثاني. النوع الاول والثاني، النوع الاول والثاني ان هو يتعالج. ودي رساله امل احنا بنقدمها، هو سر جمالك مش شكلك بس. ايه الفرق من ايه الجمال لما تكوني عندك مصابه سكر او مصابه باي شيء ثاني لا قدر الله؟ فاحنا الموضوع عندنا، وزي ما قالت الاستاذه ولها كامل الحق، ان احنا كاعلام دلوقتي ما بنوجهش ليه سبوت على الناس دي. ليه يعني استاذه بحجم دكتور فرح النحال ليه ما يتعملهاش برنامج واتنين وعشرة؟ وليه الدوله ما تقدرهاش كمان؟ لان احنا العلماء هم الاساس عندنا.
ليه الاعلام عندنا في مصر بقى يبص على نسبه المشاهده، تجيب مغني، تجيب حد مجرد بس ان هو عمل نسبه مشاهده. لا، هو الفيصل ما بيننا مش نسبه المشاهده، الفيصل ما بيننا ان احنا نقدم حاجه هادفه، ان احنا حد يجي يقول دعوه كويسه في حقنا. انك دلوقتي لما تشفي مريض او تحط له حتى ذره امل، فده بالنسبه لنا قوي. وده مش دكتور فرح برضو مش عامل موضوع السكر بس، ده دكتور فرح كمان جابت منتجات تخص البشره والشعر والجسم. استاذه منى دلوقتي هو في اسمح لي بس في نقطه عايزه يعني اقولها. انا مش عايزه الضوء يسلط عليا انا، ومش عايزه انا اللي تعمل لي حلقات، لا، انا عايزه الضوء يسلط على اكاديميه البحث العلمي، بالذات مكتب براءات الاختراع. هو احنا ما قلناش لان دي حاجه هتقومنا كلنا، يعني دي حاجه احنا بنتكلم انت حضرتك تعبتي وعملتي، لازم نكون في ظهر احنا كاعلام واحنا كدوله واحنا كحكومه، زي ما سيد رئيس، زي ما حضرتك اشرت في الاول انه هو عمل دوره كرئيس انه هو عدل العيوب والحاجات دي، احنا كدورنا برضو كاعلام ودورنا كشعب ان احنا نقف ورا الناس دي، ان احنا ندعمهم بكل قوه. ده مش لصالحه هو، ده لصالحنا احنا كلنا كمنظومه. انت دلوقتي لما مريض سكر يجي له امل ان هيبقى كويس وهيبقى طبيعي زي بقيه الناس، ده مش امل لبكره. فلازم زي ما قلت لحضرتك، لازم ندعم الوزاره، كل فرد منا يقوم بدوره، الرئيس قام بدوره وغير المنظومه خالص وخلاها في ابهى صورها. احنا كدورنا بقى كاعلام كشعب ان احنا ندعم الناس دي، ان احنا ندعم علمائنا. احنا طول عمرنا واقفين في ظهر علمائنا. احنا كنا بنتقال ان احنا بلد احمد زويل، بلد دكاتره وعلماء كتير جدا. ليه الاعلام دلوقتي حولنا لبلد حمو مش عارف مين ولا ايه الناس دي؟ احنا مش كده خالص، احنا عندنا ناس كبار جدا. وانا واعوذ بالله من كلمه، انا حبيت احط سبوت على كده، احنا عندنا ناس زي دكتوره فرح، عندنا ناس كتير جدا، واحنا كبرنامج سر جمالك بندعم كل الناس دي بكل قوه ان هم يبقوا افضل، ان احنا ندعمهم بكل قوه كبلد وككل حاجه. انا عايزه اقول لحضرتك استاذ احمد ان السبب الرئيسي اللي خلاني، يعني مع احترامي لحضرتك وللقناه، السبب الرئيسي اللي خلاني اوافق اطلع على التلفزيون ان انا طالعه ارد جميل بسيط جدا لهيئه ما حدش بيتكلم عنها خالص. يعني انا قلت لعل وعسى الحلقه دي تكون بدايه لالقاء الضوء على اكاديميه البحث العلمي، وان الاكاديميه دي فعلا تاخد حقها في مصر، ان دي هتبقى يعني دي مقومات البلد كلها هتبدا من اكاديميه البحث العلمي ان شاء الله. هنكلم حضرتك بقى عن المنتجات. استاذه منى هتسال حضرتك دلوقتي ايه المنتجات. كنت أحب أعرف من حضرتك المنتجات الطبيعية اللي حضرتك صنعتيها وعملتيها. هو بالنسبة للمنتجات الطبيعية، أنا بفضل الله عز وجل بصنع أي منتج لأي حاجة بمواد طبيعية. تمام. لأن أنا يعني تقدري تقولي بعشق المواد الطبيعية. تمام. في منتجات للبشرة، منتجات للشعر، طبعا احنا بفضل الله عز وجل كشركة هيلث أند بيوتي عملنا حاجة، يعني أنا أعتبر في السوق المصري من حوالي 4 سنين. تمام. كشركة. تمام. أول ما بدأت قلت لنفسي أنا مش هنافس السوق المصري، أنا مش عايزة أنافس السوق المصري، أنا عايزة أنافس وده برضو اللي خلانا نروح لدكتور فرح النحال، إن هي لجأة طريق الحاجات البيور، انك انت عندك من الطبيعه وعندك من الحاجات دي اللي يأهلك انك تبقى انك تعمل منتج كويس جدا يفيد البشره والشعر وما يأذيش البشره، زي المنتجات اللي بيبقى فيها فورمالين او اللي فيها مواد كيماويه، وده مش حاجه كويسه. اتفضلي يا فندم كمان. كنت احب اعرف من حضرتك المنتجات الطبيعيه. ما انا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا منتجات تخص البشره ومنتجات تخص الشعر. المنتجات اللي تخص الشعر طبعا معروف انه دلوقتي اشهر، او من كام سنه، هو مش دلوقتي، احنا دلوقتي الحمد لله غيرنا الفكره تماما. كان معروف انه المنتج المستورد هو رقم واحد. اكيد. فانا لما قررت ان انا اعمل شركه مستحضرات تجميل وادخل عالم التجميل، قررت ان انا اغير الفكره دي، ان يبقى المنتج المصري رقم واحد.
طبعا كلام يعني بدأنا من حوالي 4 سنين كشركة. في الأول ما كانش حد مقتنع، ما كانش حد مصدق، ومستحيل يبقى فيه منتج مصري أفضل من المستورد. بفضل الله، بفضل الله أثبتنا بالفعل أن في منتجات مصرية أفضل من المستورد، وأن في عقول مصرية كتير جدا جدا تقدر تعمل أعلى وأفضل جودة من المستورد في شتى المجالات، مش في مجال التجميل بس. يعني أنا أنا حبيت بس أثبت الجزئية دي. اتعرض عليا أن أنا أصنع منتجي بره وأدخله كمنتج مستورد بنفس التركيبة ورفضت. تمام. وبإذن الله تعالى أي براءة اختراع ربنا هيكرمني وهاخدها، أي حاجة أعملها لازم بإذن الله تكون وليدة مصر، تكون الشيء ده نابع من مصر ومنسوب لمصر، وبعد كده ما عنديش مشكلة ان يبقى للعالم كله. تمام. طبعا حاجة تشرفنا ان احنا نتمسك ببلدنا الى اقصى درجة، ان لازما المنتج ده يكتب عليه صنع في مصر لاننا افضل. طبعا احنا تشرفنا بحضرتك، وان شاء الله يكون في تواصل كبير الفترة الجاية ان شاء الله. شكرا استاذة منة. هناخد فاصل وان شاء الله هنتواصل معكم عشان في عروض وفي حاجات تانية كبيرة جدا هنبدأها معكم، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن متميزه من المتميزات، ميك اب ارتست استاذه اسماء هاني، مشرفانا منورانا يا فندم. ومعايا الاستاذه اسراء عبد المجيد اعلاميه معانا. نورني يا احمد النهارده بجد. عامله ايه؟ نورانا يا اسماء. عاملين ايه؟ والسلام مشاهدين كلكم منوريني. منورنا يا شيف رضا. بصي يا أسماء، أنا حابة النهاردة أبتدي الفقرة معاكي بحاجة بسيطة جدا. بصي بحكم خبرتك، يعني أكيد بتشتغلي لوشوش كتير، حابة أقولك إيه أكتر عيوب بتقابليها في مشاكل البشرة الدهنية في الشتاء، بما إن إحنا في الشتاء. يعني البشرة الدهنية في الشتاء بنلاقيها بتقلب من بشرة دهنية لبشرة جافة، واوقات بتقلب من دهنيه برضو المختلطه مايله للجفاف اكتر، وده بنبدا نلاقي البشره بيبقى فيها قشره في منطقه الجبهه، بنبدا نلاقيها برضو فيها مشاكل جفاف في منطقه الفم. ده اوقات بيقلب باستمرار مع البنات، وده بيأثر اكيد على الميك اب بشكل كبير جدا. طيب وفي الصيف؟ في الصيف البشره الدهنيه ما شاء الله معانا يعني مشاكلها كتير جدا. بتبدا تفرز دهون، البنات ما بتهتمش ببشرتها بشكل صح. كافي تبدا تلاقي في حبوب بارزه في بارزه في البشره او حبوب تحت الجلد، واوقات برضو تلاقي في بصور بيضاء او بصور سوداء. ده طبعا بتبدا تغير في الميك اب او بتبدا تظهر، فلازم كل بنت تهتم ببشرتها بشكل اكبر سواء في الصيف او في الشتاء. طيب يبقى البدايات اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي ان مش الموضوع الميك اب بس، احنا الموضوع اهم عندنا انك تهتم ببشرتك، لان الميك اب مهما كان برضو مش هيداري كل العيوب للبشره. الميك اب في حد ذاته مش علاج، هو مرايه لبشرتنا. يعني لو البشره فيها مشاكل، فيها حبوب، فيها نتوءات، فيها بصور سوداء او كده، لما بنحط الميك اب بيبدا يظهر مشاكل البشره بشكل اكبر، فاكيد لازم كل بنت ترطب بشرتها. يبقى الاهتمام الاول قبل الميك اب ان تهتم ببشرتك الاول، أكيد. وبعد كده الميك اب هيظهر المعالم، او هو مش خافي العيوب زي ما حضرتك قلتي بقدر كبير قد ما هو بيظهر الوش نفسه. هو احنا نقدر نخفي مثلا بقع، تصبغات في البشره، الوان في البشره بالميك اب الكوريكت او كده، انما لو في حبوب بنخفي الوانها بس، انما صعب ان انت تخفي درجه او حجم الحبايه يعني. طيب اوقات بنشوف فنانات كتير طبعا مشاهير بيكون في الصور بتاعتهم في عيوب باينه للميك اب، اكيد طبعا الميك اب ارتست يعني بتاعهم اكيد طبعا بروفيشنال، فالفكره بيكون العيب ان في العيوب بتاعه البشره بتبان اكتر من الميك اب، ولا بيكون العيب طبعا من الميك اب او من الماتيريال نفسها بتاعه الميك اب؟
زي ما احنا قلنا لو البشره فيها مشاكل هتظهر في الميك اب. طبعا اي حد من المشاهير بيبقى عايز ان هو يبان بشكل افضل، يبان بشكل احلى، بيبقى عنده اعلى ميك اب ارتست شغاله، اعلى ماتريال، فلو البشره هي فيها مشكله هتظهر اكيد. طيب بالنسبه لاختيارك للرموش في اي لوك، بتختاري رموش بناء عن ايه في اللوك مثلا؟ يعني لوك سموكي مثلا بتختاري رموش شكلها عامل ازاي؟ لو لوك مثلا سيمبل بتختاري رموش عامله ازاي؟ بدايه هي رموش فيها، في عندنا مثلا نوع رموش او شكل رموش بيبقى نص دايره، في عندنا رموش تاني بيبقى مدرجه اكتر بشكل اكبر، ده بيبقى مش على حسب اللوك اكتر ما هو على حسب شكل العين. يعني انا لو عندي العين مثلا بارزه او فيها جحوظ مثلا، يبقى لازم احاول ان انا احط مثلا رموش تكون تقيله شويه، تكون فيها نسبه كثافه، او تكون مسحوبه على اساس تسحب لي الجحظه اللي في العين. حضرتك ما بتواجهيش المشكله دي؟ لان اغلب الميك اب ارتست بيواجهوها، ان العميله بتبقى عايزه حاجه معينه بس مش لاقيه مع وشها. حضرتك بتعالجي الموضوع ده ازاي؟ بدايه قبل ما نبدا اي لوك لاي بنوته او لاي عروسه، بنتفق مع بعض على شكل اللوك. يعني بعرف وجهه نظرها، بعرف وجهه نظري، وببدا اقول لها ايه اللي هيليق عليكي، وبنوجه يعني بنحاول نرتب الامور مع بعض. يعني بتتعاملي مع الموضوع نفسيا بحيث ان هي تبقى متقبله الشكل قبل وبعد، يعني حتى لو هي جايه مثلا في دماغها حاجه، فانت بتقنعيها ان لا ده افضل ليكي. وده برضو حاجه مهمه يا جماعه، مش معنى ان اللوك ده ظهر على شخصيه انه يبقى كويس عليكي، لا خالص. فعلا. لا، ده كل وش وله تفاصيله، العيون بتختلف، المناخير، الملامح، شكل الوش، سواء هو عريض او مسطح، كل ده بيفرق. فالافضل وده اللي احنا بنوجهه للناس، انك تثقي في الميك اب ارتست بتاعتك ان هي هتديكي اعلى لوك، ومن بعد كده تسيبيها هي تعمل اللي هي عايزاه. ممكن تحطي التاتشات اللي هي اللي انت عايزه راحه نفسيه فيك، لكن هي الاساس، هي اللي هتخليكي جميله، وهي اللي هتعرفك سر جمالك. طيب انا ممكن بقى اعمل مفاجاه غريبه شويه في الحلقه النهارده. خير يا رب. انا النهارده انا هختبر النهارده ثبات انفعالك قدام. استر يا رب. خير يا اسراء، هتعملي فيا ايه النهارده؟ قدام البنوتات كلها اللي بتتفرج علينا النهارده. لو جات لك عروسه قمريه زي كده طبعا، تمام؟ حاولي تقتنعوا بالموضوع. خلاص بقى. لو جات لك عروسه قمريه زي كده، وفجأة بقى جوزها أو خطيبها نكد عليها بعد التعب الميك اب وبقت أمرايا ما شاء الله، رد فعلك هيكون إيه؟ الموقف ده فعلا بيحصل معانا كتير. احنا في البدايه بنحاول اصلا ان احنا نمنع العروسه ان هي تتحط في توترات، بنحاول ان احنا نريحها بشكل افضل. بس لو حصل معايا موقف زي ده، بحاول ان انا اطلعها من المود ده لمود افضل كتير، واخليها تبقى ريلاكس كده، وابدا افنش الميك اب تاني. ما فيش حل غير كده. وده حاجه مهمه جدا للميك اب ارتست اللي لسه بتتعلم. الموضوع مش انك تتعلمي الوان واشكال او تعملي ايه او تظبطي ايه. احيانا العامل النفسي عند اللي جايه لك هي طبعا عروسه وعندها ضغط نفسي كبير ومشاكل وي كل ده، فانت لازم أن تتعاملي معاها نفسيا الاول قبل ما تتعاملي معاها كشكل، لان ممكن تكوني عامله اعلى لوك واعلى جوده وماتيريال واو، بس ما اتعاملتيش مع العميله نفسيا، فمهما عملتي عمرها ما هتقتنع بحاجه زي كده. وده طبعا شابو ليكي وشابو لاسراء في سؤال زي ده، لان ده مهم جدا في الميك اب ارتست الشاطره، ان هي قدرتها وقوتها في التعامل مع العميل او العروسه ايا كانت، هو ده اللي بيفرق. هي العروسه فعلا بتيجي في وقت زي ده بتبقى في حاله توتر رهيبه، في حاجات ناقصه، في حاجات ما بتبقاش مظبطه، دايما بيبقى في مشاكل. دايما بيبقى في مشاكل، احنا لازم ان احنا نمنع عنها التوتر في الوقت ده فعلا. ورساله للرجاله بس يا جماعه، عشان انتوا ودينا بدايه ده قبل ولا بعد؟ ما تكتبوش عليهم عشان الموضوع ده بيصعب على الميك اب ارتست جامد جدا يعني. لا بتتعبوا الميك اب ارتست. لا على فكره انت بتغلط فينا، انا واسمى زي القمر من غير ميك اب، يعني اظن كل الناس شافتني النهارده من غير ميك اب. انا رسالة للرجاله لو انت تبعهم مش مشكله. لا انا بنوته قمرايا. بصي انا حابه بقى النهارده ان انت توجهي نصيحه لكل بنت النهارده بتتفرج علينا، تقدري ان انت تفيديها بالنصيحه دي بحكم خبرتك ان انت ميك اب ارتست، فاكيد بتبقي شايفه عرايس بتبقى جايه لك عندها عيوب موجوده في بشرتها او حاجات بيبقى نفسك تنصحيها ما بيبقاش فيه الوقت الكافي. فحابه ان انت تقولي لي كام حاجه. اول حاجه، الوقت الكافي اللي انت شايفاه يعني
البنت قبل ما تجيلك تهتم ببشرتها فيه؟ الوقت الكافي ممكن يكون من 3 لـ 6 شهور تقريبا، لان انا لو عندي حبوب في البشره، عندي نتاءات، عندي الكلام ده، لازم البشره تاخد وقتها عشان تبدا ترجع لحالتها الطبيعيه. رساله للناس اللي بتحجز قبلها باسبوع او يوم او يومين، يا جماعه مش كده خالص. يا جماعه مش في الفتره دي هتقدري تلمي كل حاجه، بالعكس خالص. لازم حضرتك قبلها بفتره تبداي تشتغلي. انا برضو يعني في شغلي بعاني من كده، يا جماعه انت داخله على جواز لازم من قبلها بـ6 شهور تبداي زي ما قالت الاستاذه اسماء، تبداي تشتغلي على بشرتك لان ده الاساس. والميك اب كمان الموجوده اللي في البشره، يعني في حبوب، ما هو في مثلا حد مش بيعمل تنظيف بشره، في هو ده انا بتكلم فيه. انت حضرتك دلوقتي اخترتي استاذه اسماء مثلا كميك اب ارتست، تبداي معاها بعد قبلها بـ6 شهور. يا استاذه اسماء انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل 1 2 3 4. طيب تظبطي معاها مش قبل اسبوع ومش قبل 10 ايام، هتلاقي نفسك واو مفيش الكلام ده، ده مش سحر. استاذه اسماء متميزه في شغلها والماتيريال بتاعها عالي، وكمان عامله عروض وخصومات للبرنامج، بس مش هو ده الاساس. الاساس حضرتك بشرتك لازم انت تعالجيها فتره قبلها بفتره كبيره، تبداي تشتغلي بعد كده. الخطوه الثانيه بقى هو ده شغل المتخصصه. في نقطه بس اللي هي نقطه العلاج. احنا كميك اب ارتست او كميك اب ارتست بصفه عامه، احنا ما بنعالجش البشره، فلازم البنت قبلها بفتره تروح لمتخصص في البشره، طبيب جلديه، او تشوف ايه المشكله الداخليه بتاعتها الاول قبل ما تيجي للميك اب ارتست. الميك اب ارتست وظيفتها ان هي تحط لك الميك اب بشكل كويس يوم الفرح. هو عارفه نحت، هو نفس الفكره كده. هو ده حاجه كمان، مبدا التخصص عندنا بقى حاجه مش كويسه خالص، ان دلوقتي ميك اب ارتست يبقى خاصه بكل حاجه. من الحاجه الكويسه في استاذه اسماء ان هي لا هي حابه الميك اب ارتست، فهي مكمله في الموضوع ده في البيوتي سنتر بتاعها مثلا، جايبه كذا حد خاص بالبشره، حد خاص بالشعر. هي بتهتم جدا ان كل واحد متخصص في حاجه هيجيد فيها اكتر من اي حد، وده حاجه شبهه برضه فيها. فعلا انا. طب انا بقى النهارده يعني عايزه اسال سؤال بقى تاني، معلش بقى كده كتير بصراحه عليا النهارده. بصي انا كعروسه دلوقتي حبيت ان انا اشغل دماغي عليكي. اتفضلي. عادي جداً. اتفضلي. فدلوقتي انا عندي فرح. زعلني انت كعروسه، انت حتى امل ان شاء الله طبعا اجمل عروسه. يا جماعه بجد اتفضلي. انا دلوقتي عروسه وشغلت دماغي على اسماء الامرايه، شغليها براحتك يا قلبي. وقلت لك ان انا عندي مناسبه صواريخ، وانا كان عندي مناسبه خطوبه، فرح، كتب كتاب. لا النقطه دي مهمه فعلا جدا جدا جدا، كويس ان انت سالتيها في الحلقه. بنات كتير بيقول لنا، بيقولوا بنات كتير بيجوا بيقولوا ان انا سواريه النهارده، وهي ممكن يكون فرحها وممكن يكون خطوبتها او مناسبه خاصه بيها. يا بنات انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الميك اب السواريه مختلف تماما جدا عن الميك اب بتاع الزفاف. العروسة بتتعرض لحرارة، بتتعرض لتصوير، لإضاءات مختلفة عن البنوتة العادية. فأنت لما بتيجي تقولي لي أنا النهاردة سواريه مش زفاف، فبالتالي في حاجات معينة هنستبعدها، سواء في الماتيريال، سواء في رسمة العين، سواء في الشكل، فده هيضرك، هيضرها هي شخصية. طيب وهل اللوكات بتختلف من فرق اللبس مثلا؟ يعني أنا مثلا النهاردة مثلا لابسة كحلي، تمام؟ فهل الميك اب بيختلف من لبس للبس، ولا الستايل كل واحد، التوتوريال كل واحد؟ الميك اب بيختلف على حسب كل بنوته، على حسب طبيعتها، على حسب شكلها، على حسب ذوق الميك اب بتاعها، وعلى حسب برضو ذوق الميك اب بتاع الميك اب ارتست نفسها. طبعا الكلام مع استاذه اسماء مش يعني عايز حلقات وحلقات. لا بجد انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده بجد. وبجد سر جمالك مع اسماء هاني بجد، وحد محترف وحد سبيشال جدا، والكلام معاها جوعنا، فعشان كده هنطلع الشيف رضا بقى. المهم ناكل النهارده. انا لازم اكل النهارده اكيد طبعا. حاول بقى يا باشا تكلمنا النهارده على الطبخ، وايه الحاجه دي ومكوناتها، عشان برضو الناس تبدا تتواصل معانا او تتابع معانا الموضوع. احنا مبدئيا فكره الاكل بتاعنا مش اكل عادي يعني خالص، احنا بنقدم حاجه مختلفه تماما، بنقدم حاجه صحيه، حاجه هيلسي، بنعتمد اعتماد كلي على الحاجات اللي هي المعموله في الفرن المشويه، بعيد عن الدهون والكلام ده كله. الخضار طبعا ده مهم جدا جدا، الخضار بنغسله بطريقه معينه برضه عشان نقدر نخلص منه من الكيميكال. مش اشيف انا عن تجربه شخصيه، نسبه ناس كتيره جدا انا اعرفهم
بسبب عدم غسيل الخضروات بطريقه كويسه او سبيشال بيجيب امراض وحاجات عالية جدا، وفي حاجات فيها بتقعد لسنين وفي حاجات كذا. فزي ما قال فزي ما قال الشيف، هو الموضوع مش انك تخش مطبخ وتعملي بس، الموضوع بالنسبه لنا مهم جدا ان الغسيل والنظافه عامل مهم جدا، انك تختاري الحاجه الهيلسي اللي ما تاثرش على جسمك بس تزود صحتك، دي حاجه مهمه جدا برضو. ونكمل معايا شيف. تمام. بالنسبه للخضار عامه، الورقيات عامه او اي خضار اي فاكهه طبعا بتاخد مبيدات حشريه وبتاخد كيميكال والكلام ده كله، المفروض تغسل بطريقه بتتنقع في ميه مع خل لمده 15 دقيقه، بعد كده بنشطفها مره واتنين بميه جاريه، وبعد كده نبتدي نستخدمها وناكلها، نقدمها لاولادنا ناكلها احنا، لازم تبقى مغسوله تماما. في برضه طريقه تانية اللي هو ملح البحر، الملح نفسه هو الخشن ده، الملح ده مفيد جدا يعني، يا ريت تغيروا الملح اللي هو المهدرج. اصلا بتروح كهوف في اماكن معينه يعني بدون ذكر اسماء، عشان اصلا الملح ده بيعالج جدا البشره ومفيد جدا للجلد وللجسم ما شاء الله. ممكن يعني احطه مع الميه برده واغسل بيه الخضار برده، انقعه فيه لمده 15 دقيقه، وبعد كده اشطفه برده بميه جاريه مره او اتنين او ثلاثه، وبعد كده استخدم الخضار بتاعي. النهارده بقى عاملين نتكلم بقى عن يا جماعه لازم اسراء، ريحه عجبتها جدا، عايز اقول لك الاعداد يا جماعه ممكن يكون شامم الريحه. هنتكلم ان شاء الله. الشيف رضا شيف متميز وبيعمل حاجات قويه جدا، واسماء كمان والله شامم الريحه صح ولا انا بكذب؟ مش بكذب. عايزه اقول لكم بمناسبه الملح ده، احنا بننصح العرايس في الفتره دي ان هم يبطلوا يبعدوا عن ثلاث حاجات، الدقيق الابيض، السكر، الملح، لان ده بيزود الحبوب وبيزود المشاكل في البشره. عشان كده انا اما قلنا يا جماعه سر جمالك او الاساس بتاعك الغذاء، قبل ما يكون اي حاجه انت تاكلي ايه، تظبطي ايه، كل الحاجات دي هتفرق في جمالك بجد، مش كلام وخلاص. طيب يا شيف انت احنا النهارده ان شاء الله اول طبق هنعمله هناكل امتى يا جماعه؟ احنا اول طبق هنعمله النهارده هيبقى فراخ روستو، هنسواه في الفرن مع خضار فلفل، جزر، بروكلي، بطاطس، بصل، مع زعتر، كل حاجات كلها طبيعيه فريش ولا اي حاجه يعني، كلها فيتامينز، سعرات حراريه، كل حاجه يعني. الفراخ معانا بنديها زعتر زي ما احنا شايفين كده، بنحط عليها فلفل اسود مجروش. التتبيله بتاعتها بتبقى بسيطه يعني، عشان نقدر يعني نستطعم طعم الفراخ او طعم السمك او طعم اللحم ايا كان ايه هو. هو ملح وفلفل وزعتر، ويا ريت تستخدم زيت الزيتون، ده حاجه مهمه جدا، ده اهم حاجه يعني. وندسين الزيت، هناخد كل ده مع بعضه كده زي ما احنا بالشكل ده كده، تمام. تقلب كويس يعني، انا ممكن احطه في الثلاجه عندي لمده ساعه عشان تقدر تشرب التتبيله كويس، بس احنا عشان الوقت بس معانا مش هنقدر. معانا طاسه نحط فيها زيت زيتون بالطريقه الجميله دي كده. بس زيت الزيتون طبعا مش بتسخن قوي صح؟ لا 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 طبعا. ننزل بالفراخ. طلعت بعرف اطبخ. تبقى على النار بتاخد معانا الوش بتاعنا، ممكن نحط عليها فصين ثوم. مفيش مشكلة. حط معاه برضه ورق واحدين زعتر، فريش كده تطلع كل الفليفر والنكهات فيها زي ما احنا شايفين. الله. إسراء جاية. أنا جعانة مش لما أصور والله. بنقلب الفراخ معانا هنا الثاني. زي ما احنا شايفين كده، تاخد الوش ده معايا. أنا كده بقفل المسام بتاعتها، بحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها. الثوم ابتدى يلون معاه برضه، ياخد اللون اللي هو الجولدن براون الذهبي الجميل ده كده. ممكن بعد كده نحط الخضار بتاعنا معاها عادي خالص، ناخد الخضار بتاعنا. في شبت مهم جدا. لا الشبت ده لا ما بتستخدموش في طب في ايه طيب؟ احنا بنستخدم الشبت ده، بنستخدمه في المنتجات السفود عامة يعني. الشبت يعتبر من اللي هي النباتات العطريه، بيدي فليفرز كده زي الزعتر والروزماري، ليه نكهه خاصه بيه لوحده يعني. نجيب بطاطس حجم الصغير ده كده، الناس كلها العلم للناس بس يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله ريحه عاليه جدا.
حقيقي فعلا. واسراء جاي هو الموضوع مش اسراء بس يا جماعه، بدا الموضوع يتنقل. خلاص انا معايا على النار دلوقتي زي ما احنا شايفين فراخ، بقطع الجزر بالشكل الظريف ده كده، معاه بطاطس برضه اهي بشكل ظريف، بنزلها كله مع بعض كده. البطاطس بتاعتي كده اقلب. الله الله الله. والله انا ماما داعيه لي النهارده قبل ما اطلع والله. تمام كده، هنزل بالجزر برضه بتاعي، حط بروكلي. على فكره البروكلي ده مفيد جدا. تمام. هقطع البروكلي برضه بالشكل الظريف ده كده، ننزل بالبروكلي عليها. لو عندي بصله برضو هقطع كده ويدجز بالشكل الظريف ده كده. ما تفيديني اي افاده وجهه نظر، بتعرفي تطبخي ولا لا؟ شكلك زيي. حط البصل بتاعي. لا هو الطريقه يا جماعه مش صعبه عشان اي حد يعني. لا الموضوع أنا سهل. انا لا انا اصلا مش بعرف اطبخ. تابع برنامجنا وانت تبي تطبخي. ما هو انا جاي هتعلم برضه، هتعلم فلفل تاني اسود. خلاص يعني هخلص البرنامج وهتعلم يعني بتعلم. فلفل اسود. الحلقه الجايه هقوم اساعده ان شاء الله. ان شاء الله اكيد طبعا. نورينا الحلقه الجايه بتاعتك. لا هقوم اساعدك والله. ملح. بوظ الاكل ان شاء الله. لا هو اللي احنا نستفيد منه ان احنا زيت الزيتون احنا بنستخدمه على البشره، يبقى ناكله يبقى افضل لينا، يغذي الجسم بشكل. الغذاء دايما بيبقى حاجتين لازما، داخلي وخارجي. اكل وده طيب. عبال ما تخلص يا شيف هناخد فاصل. تمام. وهنرجع لكم تاني ان شاء الله، انتظروا. ورجعنا لكم مع الفاصل مع متميزة في مجال الشعر والصبغة الأستاذة داليا طارق، مشرفانا ومنورنا أستاذة داليا. ومعنا الإعلامية منا، مشرفانا. أهلا. نرجع للشيف بس دقائق بسيطة ونبدأ مع الأستاذة داليا. اتفضل يا شيف. احنا بعد ما خدنا الفراخ والجزر والبروكلي والبطاطس خدناها ستي في الطاسة، هندخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. تمام كده، نستنى بقى تطلع معانا ونقدمها ان شاء الله باذن الله. تمام. قبل ما هي تبدا تسخن وتظبط امورها هنبدا بقى مع الاستاذه داليا طارق. حضرتك عايزه تكلمينا على انت من الناس اللي اشتغلت في شعور كتيره جدا مش كويسه. عايزين نعرف الساده المشاهدين بقى بخبرتك الكبيره الشعر ده ايه اللي حصل فيه، او الـ 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 الناس العملاء اللي جولك كان تفصيله الشعر بتاعتهم عامله ازاي وازاي اتحولت قبل وبعد. اولا في شعور كتير جدا كانت يعني كانت بتستخدم منتجات، كان الشعر بيجي متقطر مليين وكده، كان الشعر بيجي متقطم وبايظ جدا، والحمد لله بفضل الله يعني عالجته. من الناس المتميزه جدا، وده رساله لكل الناس اللي تسمعنا دلوقتي، سر جمالك فعلا مع داليا طارق. لان استاذه داليا انا كنت ملقبها بلقب الدكتوره، ان هي بسهوله جدا بتقدر تغير الشعر من شكل لشكل تاني مختلف. تمام. كلمينا بقى عن الصبغه، عن تفاصيل شغلك كلها، عن العروض اللي مقدمانا لايه لسر جمالك كلها. اولا انا مقدمه عروض، ان البروتين عامله عروض من اول 500 جنيه ببروتين يعني زيرو فورمالين، ما فيش عليه اي فورمالين خالص، وبيدي نتيجه يعني الحمد لله يعني سريعه جدا في انبات الشعر. يعني لو الشعر مثلا في شعر مقطم، شعر مثلا ما بيطلعش، في تساقط، بيبقى في شعر مجعد ساعات. تمام. ايوه. بيشتغل مع كل الشعور. يعني الحمد لله بشتغل مع اي شعر، سواء افريقي سواء مصبوغ سواء هايش او مقصف، كل ده بنقدر الحمد لله نتعامل معاه. وبتتعاملي معاه بالعلاج والاعشاب وال ايوه وبالبروتين برضو، في بروتين معالج بيطلع بس شعر. بس بداتي فيها من امتى؟ بداتي في الموضوع ده من امتى؟ حوالي يعني داخله في سنه.
تمام قدرتي تعملي كل رحت اخدت كورسات وبدات والحمد لله يعني بقدر اتعامل مع كل شعر وكل شعر له حاجه معينه وطبيعه معينه كل حاجه يعني كل طبيعه شعر له نظام وشغل لوحده. طب انا عايزه اعرف لو الشعر مثلا بيبقى فيه تجاعيد او تقصف بتعملي ايه بتستخدمي له ايه؟ التقصف ممكن بقى زيوت طبيعيه زي زبده الشيا زي مثلا ماسكات بقى للشعر برضك بمنتجات طبيعيه او ممكن يعني ايه حمام بقى كريم وجلسات وكده بيمنع طبعا تريح الشعر مثلا من غير سيشوار أيوة او بالظبط كده بيبليس الحاجات دي بتبوظ أيوة الشعر كده. تمام الجلسه البروتين دلوقتي لما بتيجي تعمليها بتقعد مع الشخصيه قد ايه؟ سنه ولو حافظت عليها يعني هي الجذور بس اللي بتطلع لو الشعر فضل متحافظ عليه بمنتجات العنايه بتاع البروتين اللي مخصصه لكل طبعا بروتين له منتجات عنايه بتفضل بقى يعني النتيجه معاها هي بس الجذور اللي بتعيد عليها لكن الشعر بيفضل زي ما هو طيب لمده يعني مثلاً سنه مثلا العميه دلوقتي لما تيجي تشوف المده قد ايه يعني المده اللي هي بتبدا شعرها فيها يكبر او الكلام ده يبقى قد ايه في بتعمل ببروتين في من بعد اسبوع يبدا يطلع الجذور يعني لو في مثلا مناطق في الشعر اي مشاكل فراغات مثلا اي فراغات اي حاجه يعني دلوقتي لو حضرتك عندك فراغات عندك مشاكل في الشعر ايا كانت من خلال اسبوع من اسبوع ل 15 يوم يعني من اسبوع لاسبوعين مثلا يبدا الشعر يطلع ينبت تاني بس في حاجات انا سمعت عنها زي الليزر والحاجات اللي بتطلع الشعر من الجذور بصي هو يعني دي كل حاجه ليها حاجه دي مثلا ليزر لكن انا اللي انا بتكلم فيه بروتين هي بتتكلم عن الحاجات الاقل في الثمن وفي نفس الوقت بتدي يعني حاجه عاليه جدا تقدر من خلالها الشعر ده يطلع في حدود اسبوع في حدود 15 يوم حسب طبيعه الشعر حسب نفسه طبيعة الشعر تمام طبعا انت شرفتينا في البرنامج واسعدنا بوجودك وطبعا احنا بنشكر كل الناس وبندعم الاستاذه ليلى طارق بكل قوتنا ان ازاي ترجعي شعرك اقوى واعلى حتى لو حفر ونركز في الموضوع ده جدا حتى لو شعرك فيه حفر مع ليلى طارق هيرجع في اسبوع 15 يوم اقصى حاجه شهر وتبقي ممتعه وان شاء الله تنجحي وتزودي اكتر نجاح اكتر ان شاء الله ان شاء الله نرجع بقى للشيف ايه النهايه شيف إيه. خلاص اهوت احنا دلوقتي بنعمل الجمبري بتاعنا ماشي حطينا كزبره وشبت وتوم وفلفل ناخد الجمبري نحشيه بالشكل ده كده ونرصه على الصينيه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده عشان ندخله الفرن بالشكل ده كده طبعا الوقت معاكم بيقضي بسرعه وان شاء الله عندنا حلقات كبيره جدا مش بس هنعرفك جمالك في شعرك ولا في اكلك احنا كمان هنجيب لك منتجات من جميع الجهات من جميع الاماكن وبنشكر كل الناس اللي ساعدت ودعمتنا ان احنا نكون متواجدين سلام.